السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هل توجد هناك حركة تسمى الحركة الوهابية أو المذهب الوهابي أم لا؟ يجادل كثير من الأخوة بعدم وجود هكذا حركة، إنما هي حركة تجديدية في الفكر الإسلامي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو لم يأتي بمذهب جديد، هكذا يقول السلفيون بين قوسين الوهابيون. هم وهابيون ولكن يقولون نحن لسنا وهابيين، ويرفضون هذه التسمية. فإذا الخلاف ليس على الاسم في الحقيقة، إنما على الجوهر والموضوع. هل هناك حركة متميزة فكريا تتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو نظرية فكرية حول العقيدة الإسلامية حول التوحيد مثل ما جاء به محمد بن عبد الوهاب، أم لا هو مثل بقية المسلمين مثل علماء الأزهر مثل الشيعة مثلا مثل الزيدية مثل الإباضية، أو لا هو عنده حركة خاصة متميزة فيها أشياء يعني فيها ملامح خاصة؟ في الحقيقة أنا يعني نشأت في جو ثقافي في الحوزة، يعني كنا نكتب ونقرأ وما كنت أسمع بالحركة الوهابية أو الوهابية في السبعين في الستينات عندما وعيت، والسبعينات والثمانينات والتسعينات أيضا كنت أسمع يعني حوالي يعني 4 عقود من التعايش و الاحتكاك، يعني نسمع الوهابيون فعلوا كذا، الوهابيون قالوا كذا كذا، يعني نسمع عن الوهابية، ولكني في الحقيقة لم أكن قد درست الوهابية أو عرفت ماذا تقول أو بالتفصيل. حتى احنا كعدنا إخوان في حركتنا الرسالية في منظمة العمل أو حركة مرجعية كما تعرفون من الجزيرة العربية، وكنت أقول لهم لماذا لا تتحاورون معهم، يعني ليش أنتم دائما في الصدام حاولوا تتحاوروا مع هاي الحركة؟ هذا في الثمانينات كما أتذكر. ولكن قبل ما أدرس الحركة صارت عندي حادثة لطيفة. أنا كنت كاتب كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، وهناك موقع في بداية يعني قبل حوالي 20 سنة 18 سنة كذا، يعني موقع اسمه أنا المسلم، ويكتب فيها الأخوة السلفيون أو الوهابيون خاص لهم، دعوني لإجراء حوار حول كتابي وحول أفكاري الجديدة اللي هم استأنسوا عليها كثير يعني. فذهبت وأجريت مقابلة يمكن ساعة ساعتين طولت أو أكثر لا أتذكر بالضبط، إلى أن آخر شيء في واحد كان يسمي نفسه عبد الله سلفي، فآخر شيء رحب بي وقال كلامك لطيف وحلو، بس ليش ما تجي يصير مسلم؟ ليش ما تجي يصير مسلم؟ ليش ما تأسلم؟ فأنا ضحكت قلت له أنا مسلم، يعني ولدت من أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم وإحنا مسلمين، يعني شلون أجي أصير مسلم؟ قال لا 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 لازم تجي أصير مسلم. فأنا فوجئت في الحقيقة لأول مرة يعني أحتك بوهابيين هكذا بهذه الصورة. أعتقد كان في سنة 2000-2001 الحوالي هذا، فأتعجبت أنا قلت هذا يعني شنو يعني؟ قال لي يعني تعال أسلم من جديد، الشهادة الشهادتين من جديد يصير مسلم. فافتهمت أنه هذا أخ وهابي، يعني يحمل أنه الوهابية هم المسلمون فقط وبقية العالم الإسلامي وخاصة الشيعة هذول مو مسلمين، حتى يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وكل شيء وبعده يقول تعال أصير مسلمين. فقررت من ذلك الحين أن أدرس الحركة الوهابية، فجئت بكل أدبياتهم حقيقة كل ما تيسر، وحتى ذهبت للسعودية وجبت كتب للسعودية عن الحركة الوهابية.
وقرأتها من أولها لآخرها، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البداية كلها حوالي 10 كتب عنده، وكراريس يعني كتب وكتب الحركة الوهابية خلال القرن 19 والآن. وكتبت كتابي اللي نشرته في 2003 أعتقد، الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية، أو الفكر السياسي الوهابي أو جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي.